كنعطيوه كنقدموه اولا كنهديوه، كناخذوا واحد الطرف ديال السيلوفان اللي كيكون على شكل مثلث وكنوضعوه من تحت هذا البلاطو وكنجمعوه على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، كيف ما حنا جمعنا ومسبقا كنجمعوه وكنقطعوه من الفوق فهو كيكون طويل، فاحنا كنقطعوه بهذا الشكل الجمالي. اما بالنسبه للربط ديالو فكنربطوه بواحد السنتة اللي كتكون، فاحنا اختارينا سنتة حمراء. الا كانت عندنا في لون اخر فكناخذوا اللون اللي مناسب وكنجمعوه على هذا الشكل هذا حتى كنثبتوا هذا الاغلاق ديالو وكندرقوا بطبيعه الحال هذيك العقده اللي كنلفوا بها. بعد ذلك مشاهدينا الكرام كناخذوا هاد الوريضات اللي كنكونوا صنعناهم اولا حضرناهم مسبقا، فكتلاحظوا معنا ان الورده هنايا طويله، حنا حتى كنلصقوها وكنثبتوها عاد كنقطعوها باش كتعطينا هذا الشكل هذا مشاهدينا الكرام. وبعد ذلك وفي الاخير كنثبتوا هاد الوريضات هادو اللي متواجدين في جميع الاسواق، وجميع هاد المواد اعزائنا المشاهدين هي جد زعما باثمنه جد مناسبه، كنقدموها لكم على هذا الشكل وكنكونوا هادينا الناس اللي مشينا عندهم اولا استقبلناهم بواحد الفكره معاصرنا اللي كنتمنوا انها تكون راقتكم ونال استحسانكم مشاهدينا الكرام. وما بقى لنا الا ننتقلوا للاشكال النهائيه المأدوبات اليوم. إذا مشاهدينا الكرام بعد ما تابعتوا معنا فقرة أستوس فها هما الأشكال النهائية كنقدموهم لكم على هذا الشكل بألف صحة. تمام أختي دليلة، بمعنى سيدة الأطباق ديال المائدة ديال اليوم اللي غنية مأدوبة لا سيما في ناحية المطبخ المغربي، درنا الكسكسو اللي هو كان كسكسو تفايا ولكن بواحد تفايا على شكل جديد، سوندي هذاك الطاط هذيك البسطة الصغيرة اللي عندها واحد الذوق رفيع، لانه المطبخ نعم. الرفيع تنعرفوا بانه تدوب في الفم وعندنا ذاك التمر واحد التفايا بلمسه اضافيه تفايا مغيره تمام. الطبق الثاني ديال القفول او الليرميتيك تو درنا مع ذاك البصله لانه كانت واحد البصله تستعمل بكثره نعم. طبق ديال لي كوكلي فارسي اللي درناهم كوكلي معمر بالعجائن ومعمر بجومبون دو داند والكروفات، ان واحد الخليط عجيب طبيعه الحال عمرناهم في الشعره الصينيه. الطبق ديال الحلويات اللي هو لو ديسير اللي درنا ديسير بالجبن، انواع ديال الجبن درنا والانواع ديال المشتقات الحليب، وطبيعه الحال العصير ديال الحامض، من بعد زدنا فيه ذاك الاطراف ديال الليمون والاطراف ديال المشماش وزيناه من بعد بالشوكولا نعم. ولو سكر كلاص، يمكن واحد الكاطو اللي سهل ومميز ومميز ولذيذ. كنتمنى ان جميع المشاهدين الكرام يحضروه في منازلهم. فباسم المشاهدين كنشكرك على تطبيق الوصفات السهواري، اما باسم الطاقم باكمله فكنشكر جميع المشاهدين الكرام على تتبعهم لحلقه اليوم. كنتمنى انهم يلتقوا معنا حلقات الاسبوع المقبل اللي غادي تكون دائما غنيه مميزه بوصفات متنوعه من المطبخ المغربي ومن المطابخ العالميه، وغادي تكون ايضا مبتكره، فترقبوها معنا اعزائي لأن المشاهدين. ما بقى لنا إلا نودعكم إلى اللقاء.